السلام عليكم، مساء الخير يا قوم. الحمد لله. فيه آية في سورة آل عمران، كل ما مريت بها لها تأثير عجيب. سبحان الله، في غزوة أحد المسلمون كما هو معروف انتصروا، نعم انتصروا في بداية المعركة، ثم انهزموا. ليش انهزموا؟ في قائد عبقري لم يهزم في أي معركة، لا في جاهلية ولا في إسلام. شاف المعركة عن بعد، شاف خلل، استغل الخلل هذا والتف من خلف جبل أحد الكبير، ثم ضرب المسلمين من ظهورهم وارتقى جبل الرماة، ومثل ما هو معروف خالد بن الوليد. لما سيطر خالد بن الوليد على جبل الرماة سيطر على المعركة خلاص، فانقلبت الموازين فجأة. كان المسلمون منتصرين فأصبحوا منهزمين، وهرب المسلمون في كل اتجاه، والمشركون رجعوا، اللي كانوا خلاص أحسوا أنهم انهزموا رجعوا لما شافوا أنه الآن صارت الموازين من صالحهم، فرجعوا وانقلبت المعركة وتبدلت الأحوال وعمت الفوضى. ولم يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي: إلي عباد الله، إلي عباد الله، لا تهربوا، تعالوا. لكن مع ذلك ما كان يسمع إلا صوت الموت وصوت الرماح والسهام والسيوف، وكان الواحد ما يفكر إلا في حياته، في نفسه هو. رعب ناشئ من انقلاب الحال السريع، من انتصار ساحق إلى هزيمة، وكل شيء كان في يدك، وأنت كنت تبحث عن تكثير الغنائم إلى أن صرت تبحث عن روحك فقط لا تهرب منك. في هذه الأثناء، في هذه الفوضى، حصل أمر أنسى الصحابة كل هذه الهزيمة على رعبها وعلى شدتها. في واحد من كفار قريش أقبل على المكان اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أحد الصحابة. الصحابي من خلف المغفر ومن خلف الدرع ما كانت معالمه واضحة، وكان هذا المشرك يظن أن هذا الصحابي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع مباشرة وهو يقول: لقد قتلت محمدا. بمجرد أن قال هذه الكلمة انتشرت انتشار النار في الهشيم، وصارت هذه الكلمة أعلى من صوت السيوف ومن صوت الرماح ومن صوت كل شيء. الصحابة لما سمعوا هذه الكلمة نسوا كل شيء، وقالوا: والآن على من نقاتل؟ نقاتل ليش أصلا؟ هي لحظات، هي دقائق، كانت هذه الكلمة تدور بين كل شخص في أرض المعركة حتى وصلت إلى المدينة. الآن أمر الهزيمة أمر هين، هين، ننهزم، يقتل بعضنا، نقتل كلنا، ما في مشكلة. لكن يموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقتل في هذه المعركة؟ لا. لذلك صار الغم اللي أصابهم بسبب الهزيمة المفاجئة صار بالنسبة لهم شيء محتمل جدا. قال الله تعالى: إذ تصعدون، تهربون، ولا تلوون على أحد، ما تفكرون ولا تسمعون كلام أحد أصلا من هول المفاجأة. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم: إلي عباد الله، إلي عباد الله، والرسول يدعوكم في أخراكم، لكنكم هاربين. فأثابكم جازاكم غما بغم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم ولا ما أصابكم من القتل والجراح، والله خبير بما تعملون. الغم الأول اللي أصابهم من الهزيمة والجراح والقتل، 70 من الصحابة قتلوا، هذا غم حقيقي فعلا حصل، وانهزموا بعد انتصار. لكن الغم الآخر هو من أمر الغم الأول، وفي الوقت نفسه ما كان غما حقيقيا، كان غما في وقته فقط ثم انتهى، لأنه أصلا هو مجرد إشاعة، أشاعها المشركون، أشاعها كفار قريش، ثم تبين للصحابة أن أعينهم كحلت برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات. بعد هذه الإشاعة المخيفة رأوه بأعينهم أمامهم،
لكن كانت الصورة حزينة. رأوه بصورة على صورة ما اعتادوا عليها. رأوه والدم يسيل على وجهه، جرح هنا في جبهته، وجرح هنا في وجنته، وجرح هنا في شفته، كسر في سنه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ اللهم صل وسلم عليه. وبعد 8 سنوات من هذه الحادثة قال أحدهم: لقد مات، ولكنها هذه المرة لم تكن إشاعة، كانت حقيقة. ثم قال حسان: أصدق بيت في الرثاء: وما فقد الماضون مثل محمد، ولا مثله حتى القيامة يفقد. اللهم صل وسلم.